انا ما بغيت وليد ولا بنيته. بصح بصح صافي بلا ما صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير ناس يوتيوب، كي دايرين؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. جا الوقت نمشيو عند الطبيبه. منين حنا كنتهربوا، ماشي زعما كنتهربوا، ولكن كل مره كيجيني غرض، مره نمشي مع الوالده، مره الوالده كتبغي تحتاج الطوموبيل باش تمشي لكازا، كل مره كتوقع شي حاجه. اليوم حاولنا ما نمشيوش لكازا ونمشيو عند الطبيبه هنايا غوا. حاولنا بغينا في هذا الفيديو بدا نحاول نوضح شي امور بزاف اللي هي عند بنادم، وخاصه تشرح ليه باش يفهم، وخاصه حنايا نفهموها واللي فهمناها وخاصكم نتوما تفهموها. بالنسبه لاخوان الفاطمه الزهراء ما عندها حتى شي مشكل، حسان ما عنده حتى شي مشكل، ما انا عاقره ما هو عاقر. دابا المشكل اللي طرا هو فاش كاين شي فاطمه الزهراء مثلا كتريح مع الناس، اش كيبداو عليها؟ ودابا انت يا عام ونص انت مجوجه باقي ما عارفيناش اننا حنا راه ما باغينش دابا وليدات، ولا ما باغينش لعيبه. هما دخلوا معاك كما كنقول حنا، دخلوا مع التناوي، دخلوا معايا انا التناوي. مشينا دوزنا عاودنا عاود ثاني مشينا دوزنا. صافي فاطمه الزهراء ما بقاتش كتشرب هذاك الفاني. صافي من تما عاوتاني كيعاودوا يسولوها، كيقول لك انت دابا قطعتيها وعلاش باقي؟ عاودوا يدخلوا معاها، عاودوا يدخلوا معاها هي ما كاين والو. دابا ثلاثه المرات وهذه واقيلا هي الرابعه وباقي فهمتي، كيقول كلشي عادي، كلشي كيقول نورمال. هاد الاخر اللي غنشوفها هي اللي غادي نديرها، واخر مره غادي نبقى ندوي، واخر مره غادي ندير شي فيديو على هذا الموضوع هذا كامل، ولا غندير شي ستوري في انستغرام ولا شي لعيب، يعني هادشي غادي ننساه. حيت كاين اللي كيفهمها غلط، زعما كيقولوا كنديروا فيديوهات وهذاك الشيء على قبل. لا ماشي، لا قبل فيديوهات. كاين اللي كيقول لك زعما هذيك البنت راه عاقره ولا شي لعيبه. حنا في الاول كنا نصاحبوا، ولكن فاش على الطبيب الاول الثاني الثالث كلشي كيقول لك لا راه بخير ما كاين والو، يعني راه ما كاين والو. الطبيبه الاولى اللي دارت لنا هذا المشكل قالت لي راه ما يمكنش لك تولدي دابا، راه عندك شي مشكل. هي اللي منا المشكل، كون ما كانتش هي ما غاديش يطرات الشيء كامل. المهم بقاو معنا، دابا حنا غاديين عند الطبيبه. غنمشيو نعود عند الطبيبه، وباقي خصني نمشي ندق الفاكسان الثانيه، عاد نمشي ندقها، واخا خرجوا الثالثه. بغيت ناري صراحه الدوله. الله يحسن عواننا معاكم وصافي وحق الرب. غنمشيو ندقوا الثانيه الاخوان، حيت انا ضروري خصني جواز. انا دقيت الثانيه ضروري. دابا الدراري دابا الدراري راه لقيتهم دابا مديرين على حساب الثانيه، باقي ما دقوش الاولى، خاصهم يمشيو يدوزوا سياره التعليم، قال لك خاصهم ضروري جواز. دابا اي بنت بغيتي تدخل لها خارج جواز. يعني ما شي كيقول لك تلقاه غير اجباري، شويه كيقول لك راه خاصك جواز، يعني ما فهمناش. المهم الاخوان لايكوا الفيديو. دابا غنحط لاكارت. وعاد نمشيو. لاكارت غادي نهبطوا على الطبيبه. دابا الاخوان قالت لها شربي قرعه ديال الماء كامله، قرعه ديال الماء كامله صينه، خاصها تشرب قرعه ديال الماء كامله صينه عادي تدخل عندها. المهم نتسناو الماء شربتها باش تدخل عندها، وديك الساعه نشوفوا شنو كاين. شهرين ما شفت طوكيو، دابا غنمشي نشوفها. دابا خاصني نسلم على فاطمه الزهراء باش نمشي نجيب طوكيو. انت واحد شي فاطمه الزهراء؟ صافي سلمي عليا غنمشي. وحياتي تا شنو بغي نسافر ديشبكي؟ قول شنو بغي نسافر ديشبكي؟ راه غادي نهار نمشي نجيب الكلب ونجي. صافي مشي صافي. يلاه قول لي بسلامة، قول لي بسلامة. سلام. صافي غنمشي انا لفاطمه الزهراء. واش منجيبش كلبه؟ حيت دابا بغيت، دابا اخوان بغيت نمشي انا وياه نريحو في اوطيل، ولكن السيد غيعطيني الكلب اليوم، يعني الكلبه ما مبيتش معايا في الاوطيل، يعني ما عنديش كيفاش ندير لها. يعني غنمشي نبات عند واحد الدري اللي كيكونوا معاه الدراري، غنمشي نبات معاه هو اللي غيبيت لي الكلبه عندهم في السطح. ما بغيتش نمشي انا ومرتي وكاينين الدراري وداك الشيء. ما ندك يا فاطمه الزهراء، ماشي ما بغيتش ندك. ما داويش انا على هادشي، ما تمكيش على هادشي انايا. علاش كاين؟ علاش اخوان بلان جديد، بلان جديد. هذا انتم انا مصور بدا الفيديو هذيك ديال اللي قلت لكم غير واحد الطبيب مصور يومين، وما بغيتش اللوحه وما رشطتش لي على اللوحه، وراه هي عارفاني ما حتى صورتو شي مصور، صورتو، صورنا البدية، صورنا مشينا درت الفاكس، مصور درت شحال من حاجه، وراه الناس اللي كنطلق لايف راه عارفيني صورته. ما بغيتش اللوحه حيت هذاك الشيء اللي قالت لنا الطبيبه نفس الحاجه اللي كانت كتقول لنا، قالوا لنا الطب كاملين. ما بغيتش نبقى نعاود لكم في نفس السيناريو، وهاي عاوتاني جيت دابا كنصحابها كتبكي حيت كنمشي، حيت غادي نقول لها
وخليه بواحد شوف دابا علاش كتجي فاطمه الزهراء. دابا نتوما دابا هذا الفيديو غادي هذا اللوح غادي اللوح ما وكنشرح لكم اشنو قالت لينا ونفس داكشي اللي سمعت غا هي بغات دابا دير من الحبه قبه. دابا غادي ياك انا قلتي لي انا زعما كنت كنصاحبك كتبكي على داكشي علاش قطعت الفيديو ما كنتش كنصاحبك كتبكي على داكشي غنخليه. قولي لي عاودي ليهم علاش علاش كتجي كتبكي حيتاش اي طبيبه كيمشيو عندك تقول نفس المشكل ما عندك والو مشينا عند الاولى قالت لك عندك مشكل مشينا عند الثانيه قالت لك ما عندك والو الثالثه ما عندك والو الرابعه ما عندك والو يعني يعني الغلبه علاش الغلبه للاقوى الاولى هي اللي قالت لنا هادشي كامل الثانيه مشينا عند سميتو الفيديو قالت لك ما كاين والو هي فاش فرحنا الثالثه قالت لك ما كاين والو الرابعه هذه حتى هي قالت لنا مسكينه ما كاين والو قالت لنا اش قالت لها قالت لها قالت لها نعس على جنب الراحه عارفه براس راسها قالت لها نعس على جنب الراحه راه ما كاين عندك والو في طنزه ما كاين والو مخرج لي يدو هادي 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 انا قران كنت بجو ديالاش انا دابا نشوف لك في جوجل نقول لك ديالاش ديالاش هادي ما ديالاش هاد مع شحال من واخا علاش غادي تكذب عليك ما عرفتش ياك انايا نحاس هادي اللي كنمشيو عندك كتقول لك ما عندك والو ايوا مناش المشكل حتى انا راه بغيت وليد ولا بنيته بصح بصح صافي لما بعد من حسن ها انت شوف هادو انا غادي ما قالتش ديالاش هادو بعدا حتى عطاتهم لك هكاك قالت لي راه سميتها غير البرد ديال هذا هذا ديال البرد هذا هذا ديال الميكرو ايوا ما كاين والو صافي ايوا الاخرين ما بلاش وبلاش على الطبيب واش غتكذب عليك غتقول لك قالت لي بقى متبعاهم فاش يسالي فاش يسالي ولا هذاك الشيء رجع عليا يعني كاين شي مشكل لا واش قلت كاين شي مشكل ولا ما كاينش شي مشكل قالت لي لا كاين لا مشكل ولا قالت لي خدي الدواء لا اش قلتي لي انا فاش خرجتي قالت لك قالت لك ما عندك والو قالت لك نعسي على جنب راحه ما عندك والو ما تبقاش برصت راسك كاين ولا ما كاينش ايوا علاش دابا مبسطه راسك في مزال بغيت نعرف ديالاش هاد الدواء اللي غادي نتبعو غادي يكون عندهم البنات البنات العيالات اللي كبر منا اللي عندهم 30 عام 32 عام 40 عام وديجا عندهم تجربه كتبوا لها كومونتيرات غات هي باش تفهم راه قالت لها ما عندك والو هي دابا انا ما بغيت ندوي معاك ولكن كنمرق ندوي في هادشي غنخلي لك والدتي غنهود عند الوالده هي غنخليها لها بالروج ولا حشي اللي غتسمع منها والله حتى غنهود عند الوالده غنقول لها دوي مع هادي باش ما تجيش تبقى دير ليا بحال هكا وانا كنسكسها كتبكي زعما حاجه غادي قلت او غادي توحشني لا انا ماشي على هكا ها باغي تصدريني يعني باغي تفكي مني انا لا عادي عادي غادي تمشي لطوكيو ماشي غادي تمشي لبلاصه توحشتي طوكيو بصح تنسى وحش بزاف والله جيت تنسى وحش وصافي حياتي صافي 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 حبي بالله ودابا هذيك النار عاود الحال اي طبيبه كتمشي عندك كتقول لك ما كاين حتى شي مشكل ها هو بغيت يبقى في الحال اش كيقول لك ما كاين حتى شي مشكل بغيت يكون شي مشكل والله يقولوا لي الصراحه ما يخليش هكا على ما كاين والو وما كاين حتى شي حاجه هو بلاش علاش غادي تكذب علاش غادي يكذب عليك واش الطبيب اش كتمشي دارك راسك يكتب لك دواء ديال المعده تيقول لي واش تراجي نو نو تحيتي نو تحيدي من هنا نو نو تزيد نو تخيل يا نو اش باش معاك سلم نو ها لا اش باش معاك سلم ها مشي بها ماما وجه حالته كيفاش وجه حالته باش زعما تكوني دايره الماكياج وكذا عاد ديري صافي ما بقاش فيك الحال ها يلا سي يلا صافي يلا صافي يلا ما يخمش ودابا هذا غنستقل لوحه مع الاخر يعني حتى الاخر خاصني ندير ليه فلوق بوحدي غنبكي وكنتي دابا ندخلو في الفلوق الكلبة واو ولا خصني دابا ندير الاخر بوحدو يلا بلاتي الاخوان نعاود لكم الانترو ديال المهم ديال الكلبة غتلقاو يعني هذا وليت غنلوح يعني غنلوحو لكم اليوم وديال الكلبة غنلوحو لكم غدا دابا خصني ندير الانترو ديال الاخر حيت هذاك اش غنديرو ديال الكلبة الاخر ماكش غنلوحو يعني هذا غنصدق ديرو في ديال الفلوق اللي كنا دايرين وديال الكلبة نديرو بوحدو كنتمنى تفهمون غتكونو فهمتون حيت نتوما عايشين معايا تقريبا دابا شي ربع سنين غتفهموني عارفكم غتفهموني